السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تواجدوا هنا في المركز؟ كانت تواجدوا هنا في المركز ديال التحقن الدم بالنسبه لقاعه الافراح اللي كفعاليات ديال المجتمع المدني بمشاركه ثلاثه ديال الجمعيات: جمعيه التضامن لتنميه حمايه الاسره، وجمعيه الحياه لتنميه المراه القرويه، وجمعيه الانامين الفوسفاتيه. نعم ايه. وهذه الحمله ديال التبرع بالدم هي تجي في اطار يعني النداء الملكي، وهي حمله وطنيه، وحنا كفعاليات المجتمع المدني كناديو ان جميع المواطنين يشاركوا في هذه الحمله للفوائد الاجتماعيه والدينيه اللي كتقدم هذه الحمله ديال التبرع بالدم. فين المركز ديالكم؟ المركز ديال جمعيه التضامن كاين في حي الفتح زنقه جمال الدين الافغاني الرقم 114. وبغينا غير نقول واحد الكلمه، ان الدم واحد الحاجه اللي ما كتصنعش في المصنع، ما كتجبدش من الارض، ماشي منجم، وانما هو مصدر ديال الانسان. فبالتالي نهيب كل المواطنين باش يتبرعوا بالدم، لانه هو صدقه ديال العمر وهو زكاه ديال العمر. فبالتالي يعني كل مواطن من حقه انه يتصدق بهذا الامر من اجل انقاذ الحياه، اللي هو شعار ديال هذه الحمله. فجميع اللي انقاذ حياه، وجميع اللي تبرع بالدم. شكرا لك.